أحسن الله إليكم. يقول في سؤال الثالث: إذا كان شخص لا يوصل أمانته كشخص يقول له سلم على فلان فينسى، أو إذا ذكره عند ذلك الشخص يذكره بسوء أو يتكلم عليه في غيبته، فهل يأثم على ذلك على أنه لم يبلغ سلام الشخص المسلم؟ وإذا ذكر بعد المدة هل عليه أن يقول لم هل عليه أن يقول له أم يسكت عن ذلك؟ مسألة تحميل السلام ونقل السلام شيء طيب، فيه تواصل، نعم، فيه تواصل وإصلاح بين الناس، لكن إذا نسيه من حمل إياه، من حمل السلام نسيه، لا حرج عليه بذلك. عُرِي الأمة الخطأ والنسيان واستكرهوا عليه، لا حرج عليه في النسيان، ولا يبيح ذلك لمن أوصاه بالسلام أن يتناول عرضه أو أن يتنقصه. نعم.